حتى وإن تفوق على الجميع، ميسي لن يفوز بالكرة الذهبية لهذا العام. كيف ولماذا؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو الخاص من قناتكم ميدي سبور، بحيث سنعرف السبب الذي ينطبق على ميسي وسيمنعه من الفوز بكرته الذهبية السابعة حتى وإن كان الأفضل. هذا السبب ذاق مرارته زيدان في السابق، إذ منعه من الكرة الذهبية مرتين. أقل من 40 يوماً تفصلنا عن معرفة هوية الفائز بالكرة الذهبية، الجائزة الفردية الأهم على الإطلاق في عالم كرة القدم، والتي تقدمها المجلة الفرنسية فرانس فوتبول. الحدث يقترب، الجماهير تترقب، والإثارة تزداد. ربما ستكون هذه المرة هي الأكثر تشويقاً منذ سنوات، بسبب عدم وجود لاعب يمتلك أفضلية كبيرة على منافسيه لحصد الذهب، حيث يملك عدد من النجوم المرشحون حظوظا متقاربة، ما يجعل الاختيار صعبا للغاية، ما بين ليفاندوفسكي وبنزيما وجورجينيو وصلاح وصولا إلى ميسي ورونالدو. فكثيرون يرون أن ليفا كان الأحق بالكرة الذهبية التي تم إلغاؤها بالعام الماضي بسبب الجائحة، ومع استمرار تألقه وتتويجه بالحذاء الذهبي وقيادته البايرن للقب البوندسليغا والسوبر المحلي، يجب أن يمنح ذهبية هذا العام. فيما يطالب آخرون بتتويج بنزيما الذي يبهر مؤخرا بمستوياته ومعدلاته التهديفية، كما منح فرنسا لقب دوري الأمم الأوروبية، ونفس الحال بالنسبة للمتوهج صلاح صاحب الأداء الاستثنائي والذي يعتبره كثيرون الأفضل في العالم حاليا، ناهيك عن حصوله بتصويت الجماهير على جائزة الأفضل بالبريمير ليج بالموسم الماضي من رابطة اللاعبين المحترفين. هناك أيضا كريستيانو هداف الكالتشيو بالموسم الماضي والمتوج بكأس إيطاليا مع يوفنتوس وصاحب الأرقام القياسية العديدة، ثم جورجينيو الذي جمع بين لقبي دوري أبطال أوروبا واليورو، وفرديا فاز بجائزة الأفضل في أوروبا، وصولا إلى ميسي بطل كوبا أمريكا وأفضل لاعب في البطولة وبطل كأس الملك مع برشلونة، إلى جانب تتويجه هدافا للليغا. وبذكر البرغوث الأرجنتيني، دعونا نقول أن حصوله على الجائزة إن حدث لن يكون أمرا جدليا أو مفاجئا، فهو في المقام الأول صاحب الأداء الفني الساحر، وإذا كان من شروط الجائزة التتويج بالألقاب فهي متوفرة في حالة البولغا، حتى وإن كانت في كفة أقل من ألقاب جورجينيو مثلا. على كل حال، الأمر يعتمد على تصويت 180 صحفيا حول العالم، وإذا ما كانت الكفة تشير إلى تفوق ميسي على منافسيه في قادم الأيام، فهناك شيء وحيد قد يحول دون تتويجه بالكرة الذهبية وربما يؤدي لاستبعاده من السباق، وهو حصوله على بطاقة حمراء في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو بلباو في يناير الماضي، إذ يعد اللاعب النظيف أحد المعايير التي تضعها مجلة فرانس فوتبول لتحديد الفائز، وهذا يعني ضرورة أن يكون اللاعب الحاصل على الجائزة مثالا يحتذى به داخل وخارج الملعب في حال كان التصويت متقاربا بين المرشحين، وهو المعيار الذي تم تطبيقه سابقا على الفرنسي زيدان وحرمه من الجائزة مرتين، حيث كان مرشحاً فوق العادة للفوز بها عام 2000 و2006، لكنه تعرض للطرد في مبارتين مختلفتين بكلا العامين، وخسر الجائزة لصالح فيجو وكانافارو على التوالي، رغم أن زيزو ظهر بمستويات استثنائية في السنتين وحقق عدة إنجازات أبرزها التتويج باليورو عام 2000 والحصول على جائزة الأفضل بالبطولة، وكذلك الفوز بأفضل لاعب في مونديال 2006، وهو ما علق عليه زميله السابق فرانك لوبوف قائلا: ميسي حصل على بطاقة حمراء في كأس السوبر الإسباني، وهذا يمكن احتسابه في التصويت. زيدان لم يحصل على الكرة الذهبية عام 2000 و2006 لنفس السبب، ولا ينبغي أن تمنح لميسي، فهل تكون البطاقة الحمراء سببا في حرمان ميسي من الكرة الذهبية السابعة في مسيرته؟ أم أن البولغا شأنه كشأن غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، يجوز لهما ما لا يجوز لزيدان، حيث أن كريستيانو كان قد توج بالكرة الذهبية عام 2017 رغم حصوله على بطاقة حمراء في كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة. حسنا، لننتظر تاريخ 29 من نوفمبر القادم ونرى.
Thank you.